نستطيع اسم القائد أستاذة إيمان عيد. أما عنوان الدرس فهو درس حي الأشجار، درس من مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، والمجموعة دي هي مجموعة المانيال القومية. بعد إذنكم احنا بنتكلم في عرض من 15 ل 20 دقيقة. تاني يا جماعة احنا بنتكلم في عرض من 15 ل 20 دقيقة. أساتذة لو معاكم فيديوهات معاكم 5 دقايق جهزوا شغلكم، حطوا الحاجة على اللاب. يساعدوا حضرتك في الدرس علشان باقي زمانهم، يعني بكره ما تيجي تتكلمي احنا النهارده يا اولاد هنتكلم عن كذا وكانك في الفصل عادي، تقييم وتشوفوا اللي فيديو ده مع بعض، وكان حضرتك مدرس وفي طلبه قدامه قاعدين، واستعمل مجموعه طلبه منهم بيساعدوه في الدرس. تمام؟ معلش هنسامح. حضرتك هتعمل كانك في الفصل عادي جدا، معاك مجموعه بيساعدوا ومعاك باقي الفصل قاعد بيسمع. اسم المجموعة معا نستطيع. اسم القائد إيمان عين. معانا النهاردة درس من دروس اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي حي الأشجار. نشاهد معا هذا الفيديو وبعدين هنشوف التعليقات تبقى ايه. الفيديو بتاعنا كان بيعرض صور من انواع الملوثات في البيئه.
أهم هذه الملوثات انتشار القمامة في الشوارع. إحنا الشارع ده بيئة صغيرة للمنزل للفصل اللي إحنا قاعدين فيه. طيب إحنا عرفنا كمان إن النظافة من إيه؟ الإيمان. النظافة من الإيمان. وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو دائما إلى إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ صدقة. معانا النهاردة أسرة باسم اجتمعت لوضع أو لمناقشة هذه المشكلة، مشكلة تراكم القمامة في الشوارع. هنضع حلول واقتراحات نشاهد معا هذا الاجتماع لأسرة باسم. تراكم القمامة سبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وهي منظر قبيح يؤذي العين. هيا نفكر في حال مشكلة القمامة فيها الحي. عائق أن يوفر صناديق القمامة. الصناديق موجودة في كل مكان، ويجب وضع القمامة داخلها. ما رأيكم نضع إعلانات ترشد الناس إلى وضع القمامة داخل الصناديق حتى نحافظ على نظافة الشوارع؟ ما رأيكم أن نزرع المكان في الأشجار، فالناس لا يلقون القمامة في أماكن مزروعة. رأي جميل وحل مفيد لمشكلة القمامة يا بسمة. وفي اليوم التالي اجتمعت الأسرة، أسرة باسم وبسمة، مع أهل الحي لأخذ رأيهم في زراعة الأشجار في الأماكن المنتشر فيها القمامة. والآن المنظر جميل يسر العين ويشرح السطر لرؤية هذه الأشجار ونظافة المكان ونظافة الأبواب. طبعا فرحت أهل الحي جميعا، فرح أهل الحي جميعا بهذه زراعة الأشجار، وعلقوا لافتة كتبوا فيها حي الأشجار. معانا لو سمحتم المجموعة رقم 2، حضراتكم هيكون حد من عندكم يقول لنا ايه هي الذكاءات اللي هم استخدموها وايه الذكاءات اللي كان ممكن يستخدموها وهم ما استخدموهاش. هنبدأ بالمجموعة رقم 2، ايه الذكاءات اللي هم استخدموها، ولو سمحتم لابد ان احنا نسمع بعض. لا الصوت عالي علشان الناس تسمع، ده لازم. استخدموا الذكاء الموسيقي، واستخدموا الذكاء البصري، وذكاء اخلاقي، لان الفيديو كان فيه برضه جوانب اخلاقيه كتير. استخدموا الاجتماعي، تعاملوا مع بعضهم، استخدموا اللغوي، استخدموا الحربي، كل دي الذكاءات كانت موجوده داخل العرض بتاعهم. الذكاء استخدم الذكاء المنطقي، طبعا الترتيب ما كانش هيبان في مكان هنا.
تاخدش له مكان اصلا يعني، بس هو ملوش مكان. والذاتي لان ما حدش فينا قام عبر عن التجربه دي او كده يعني، وبس يعني مش ثانية واحدة لأن أنا ما سمعتش، معلش أنا آسف معلش. أوكي أنا سمعت أنماط الذكاءات اللي أنت قلتي إن هما استخدموها. إيه اللي ما استخدموهوش؟ ما استخدموهاش في المنطقي. تمام. المنطقي اللي ترتيبه هو فعلا ما كانش له مكان. تمام. الذاتي ما حدش فيهم قال مثلا تجربة شخصية. طيب تمام. أنا هرد أولاً هما استخدموا المنطق الرياضياتي، هما طبعا ما استخدموش. احنا قلنا يا جماعه كل درس متاح ليا ان انا استخدم من ثلاثه فيما فوق. طبعا هما استخدموا زي ما حضرتك قلتي موسيقي، حركي، اجتماعي، بصري، الحركي، تمام، اللغوي، الاجتماعي. على فكره اللغوي هما ما استخدموهوش. لا استخدمنا اللغوي. اللغوي 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 حضرتك ما استخدمتوش لانك انت ما نميتيش نشاط لغوي على الطالب. ايه النشاط اللغوي اللي نميتيه؟ ما استخدمناش اللغوي. امتى بقى انا كنت اقول ان انا استخدمت نشاط اللغوي؟ تمام؟ لو انا خليت يعني انتوا استخدمتوه بس في اطار الحوار لما الناس اتكلمت، لكن كان نشاط تنميه نشاط لغوي لا ما اشتغلناش عليه. اقول يمكن انا اخطئ يعني، انا لما قلت النظافه من هم ردوا عليا قال لي اخلاق، قلت كمان اخلاقي اماطه الاذى عن الطريق اخلاقي اخلاقي قيمه يبقى اخلاق. طيب المجموعه ايه انماط الذكاء اللي هم استخدموها وهل كان ممكن يضيفوا حاجه او لا؟ هو لا طبعا ده لطيف عن الاستاذه سميره لان عشان كده كل الحاجات تقريبا بتتعمل. هم برضه حضرتك قلت ان ممكن نستعمل من ثلاثه لفوق، اللي هم استعملوا اكتر الذكاءات، استعملوا الحركي، استعملوا الاجتماعي، استعملوا البصري، استعملوا الموسيقي في اول الفيديو. انا شايفه انهم استعملوا اللغوي لان الاستاذه بس هي ما شرحتش الاطفال في الحوار يعني استعملوا في الحوار الحوار بس ولكن هو ما قطعش كل الاجابات المباشره. بس انا كان ممكن صوت يا جماعه صوت يا جماعه على فكره يا جماعه حضرتك مش هينفع تتكلم مع بعض لو سمحتم يعني اكتر من التنبيه احنا ناس كبيره قوي يعني مش هينفع كل شيء نقعد نقول ما ينفعش نتكلم مع بعض. بس كان ممكن قوي فعلا حتى عشان ناخد النمط الذكاء الذاتي لو كان مثلا حد يحكي مثلا زحلق لو كان هيتزحلق في الموضوع كان كده ليه اكزامبل من حاجه حقيقيه. حضرتك تقصدي ان هو كان ممكن يستخدم النمط الذاتي بس كان ممكن ممتاز كانوا مشاركوا وحتى المنظر الفرح تمام ولكن كنت بتفرج على فيلم. شوفوا المجموعة. المجموعة من هنا. الصوت بليز اسفا الصوت مش هينفع نتكلم مع بعض. انا يا جماعة ما بحبش احد العرض كان بسيط ومدته بسيطة بس كان فيه من النقطة اللي أنا شايفاها يعني يكون مكان أسرة بتتكلم مع بعض كأن نص الكتاب بالظبط يعني الحوار اللي بينهم لغة عربية فصحى نص الكتاب. ودي ملاحظة جميلة لأن المفروض إن أنا قدامي طالب ببدأ أبسط له الأول شوية وبعد كده بروح بيه للنص اللي في الكتاب. تمام. إنما هم استخدموا أكتر من ذكاء وهم شكرا. ايه رايك يا استاذ؟ الايه المجموعه هنا استاذتنا اتفضلي. هما احنا اللي بنقدر نقوله اللي هما مهدوا طبعا بالفيديو بس انا كنت افضل ان احنا نمهد الاول الموضوع وبعدين ادخل الفيديو. تمام. عشان الفيديو ما انت لما عرضت لي الفيديو ما فهمتش انا من اول ما عرضت. تمام. كنت مهده ولو بالكلام الاول. تمام. حاجة تانية هما طبعا استخدموا كل الذكاءات اللي احنا في الجماعة اللي هو انا مش هقدر ازود عن كده. بس ما تمام. اولا اراء حضراتكم كلها اراء طبعا منطقيه وكلها اراء صحيحه واصح من اللي انا هقوله. انا ليا تعليق في كام نقطه. النقطه الاولى ان انا الطبيعي قبل ما ببدا اخش امهد الطبيعي ان انا بخش صباح الخير يا اولاد
عاملين ايه؟ ايه الاخبار النهارده؟ كويسين ولا لا؟ شباب احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا في حياتنا، ولو احنا ما قدرناش ان احنا نعمله او نتفقده هنخسر كتير قوي من صحتنا ومن حياتنا، وهيضيع مننا ناس غاليين قوي علينا. تفتكروا ايه الحاجه اللي لو ما بقتش موجوده ممكن ان هي تاثر علينا؟ فالطبيعي هم هيبداوا يقولوا كذا وكذا. لا، احنا النهارده بقى في حاجه لازم تبقى موجوده مهمه معانا، هي النظافه. طب تيجي نشوف فيديو عن النظافه ونشوف هنستفيد منه ايه؟ يبقى انا كده ما يهتمهم اللي انا اقوله، انا دخلت خلاص انا كده بدات بمرحله التمهيد. ده التعليق الاول. طبعا التعليق الثاني ان هم استخدموا كل الذكاءات كويس جدا. طبعا استخدموا تقريبا 5 انماط من الذكاءات او 6 انماط من الذكاءات، وده حاجه جميله جدا. بصري، موسيقي، حركي، اجتماعي، استخدموا الاخلاقي، تمام، الطبيعي، الاشجار طبعا، تمام، المنطق الرياضياتي. لا، المنطق الرياضياتي يا جماعه بيخش في التصنيفات بشكل اكبر. التصنيف ان انا مثلا اصنف، مثلا جبت 3 أو 4 انواع من الاشجار ببدا اصنفهم، ده المنطق الرياضياتي، ان انا اصنف مش مجرد ان انا ارتب، مجرد ترتيب بسيط. ما قلت الطبيعي، قلت الطبيعي. التعليق الاخير طبعا مشروعهم ممتاز جدا، ولكن في حاجه فاتت الاستاذه ايمان، ان لابد في نهايه الدرس يبقى في تقويم. يا مستر حضرتك قلت ده دور طالب. استاذه ايمان انا قلت الاستاذه ايمان هي واقفه كمدرس، وباقي الزملاء هم مجموعه قاعده معاها، وباقي الفصل هو اللي قاعد. ده قلته في البدايه، صح ولا غلط؟ قلت لميس ايمان كده، يا ميس ايمان حضرتك المدرس، باقي الزملاء كلهم فوق دماغنا، هم مجموعه طلبه، وحضرتك خدت معاكي مجموعه من زمايلهم بيساعدوك في الدرس. بس حضرتك قلت القائد طفل من الاطفال. لا، انا امبارح بعد قبل ما نمشي قلت القائد هو المعلم. امبارح ده انا قلته قبل ما نمشي، والنهارده اكدته على ميس ايمان قبل ما تشتغل. ميس ايمان حضرتك كقائد، انت مدرس، باقي الزملاء اللي معاك على المسرح هم مجموعه من الطلبه، وباقي الفصل جوه. بس حضرتك اخترت المجموعه دي علشان هي اللي هتساعدك في الشغل، ولا لا؟ ولا غلط يا ميس ايمان؟ ده انا قلته لميس ايمان. كنا محضرين دور اكبر للقائد من كده، بس لما انا فهمت ان القائد استاذه انا ده على فكره ما صلحته والله، بس اكيد انت ما خدتيش بالك. والصبح انا بلغت ميس ايمان العرض ممتاز، العرض ممتاز، نقصوا شيء واحد، التقويم. لابد ان التقويم بقى احنا قلنا ان انا عندي جماعه نسمع، انا قلت ان انا عندي المفروض الفصل متقسم لاركان، مثلا ده ركن الايه؟ البصري، الذكاء البصري. يبقى انا اقول كده، هاجي او ماشي بالمايك كده، وكان ده البصري، كان دوت مثلا الذكاء الاجتماعي، دوت الذكاء الموسيقي، اهو جاي كده. شباب انتوا بكره ان شاء الله هتجيبوا لي صور عن منطقه او صوره للشارع بتاعكم، ازاي شكله نضيف بعد ما انتوا لميتوا او شلتوا منه اهتمام. يبقى انا هركز مع بتاع مين؟ تمام. بكره ان شاء الله انتوا هتقولوا لنا رايكم ايه في النظافه وايه اهميتها في الاسلام. يبقى هيطلعوا معايا يتكلموا كمجموعه، يبقى انا ركزت على اجتماعي. انتوا بكره هتعملوا لي نشيد كده بسيط تقولوا لي فيه ايه اهميه او قيمه النظافه. يبقى انا ركزت برضه على نقطتين او ثلاثه تديهم تقييم، تمام. طبعا انا شاكر جدا للاداء المتميز طبعا لمجموعه ما نستطيع. المجموعة رقم 2 استخدموا اللغوي. حضرتك لو شفت العنوان اللي هي كتبته بالتشكيل على اللوحة، هي عملته ولا كان مكتوب؟ تاني المفروض ان هي في الطبيعي ان هي جابت المسدس الشمع والكلام ده على اساس ان هم اللي بيعملوه في الوقت. طالما انا فانا بعتبر ان هو احنا تقسيمنا للوقت هو معمول، لكن المفروض ان الطلبه بيقعدوا يعملوه والميس موجوده، فاذا هم كده اشتغلوا لغه، تمام. لو سمحتم المجموعه مس ناديه هتتفضل، استاذ عدلي طبعا المجموعه هتطلعوا علشان يمين. احنا لا، احنا 1 2 3 4 5، تمام. يلا يا جماعه معاكم 5 دقايق، جهزوا شغلكم
المجموعه كلها هتطلع، او لو انتم مديين يعني حاجات معينه لحد طلوع المجموعه كلها وجزاها ده مطلق الحريه لكم انتم.